نعم بعد. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ، امرأة أصيبت بمرض سرطان الثدي وأجريت لها عملية، ثم من خلاله استئصال هذا الأذى، وقد رزقت ولله الحمد والمنة بولدين وأربع بنات، وتريد الآن أن تربط الرحم لتتوقف عن الولادة، خاصة أنها تتعب وتعالج الآن في المستشفى التخصصي لمتابعة حالتها، وهي دائما متعبة ولا تستطيع أن تتحمل أي مسؤولية كونها مدرسة وتعول أولادها بنفسها. يعني السؤال عن ربط الرحم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ووافق الزوج عليه فلا بأس، لأن هذا جائز، الصحابة كانوا يعزلون والقرآن ينزل ولم ينهوا عن ذلك. وأظن ربط الرحم لو شاءوا لحلوا فيما لو صحت المرأة وقفت عن الحمل. نعم.